انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشارك في المؤتمر عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أكثر من 50 وزيرا ومفتيا من دول العالم، وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة. ومن مقر انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يتابع معنا المزيد مع الزميل أحمد الحسيني. إليك. بالفعل زملائي في الاستوديو، تحية لكم. انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هنا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا المؤتمر الذي يعقد في هذه الدورة تحت عنوان عقد المواطنة وتحقيق السلام المجتمعي والعالمي. هناك وفود من أكثر من 75 دولة مشاركين في فعاليات هذا المؤتمر الذي يقام على مدار يومين، اليوم وغدا بمشيئة الله. هذا بالإضافة لمشاركة أكثر من 15 وزيرا ورئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية. هناك 9 محاور تقام عليها فعاليات هذا المؤتمر، بالإضافة إلى العديد من الجلسات التي تقام على مدار هذين اليومين. ومن بين هذه المحاور التي يتم المشاركة بها في فعاليات هذا المؤتمر، هناك محور عن تطوير مفهوم الدولة، بالإضافة إلى محور آخر عن ضوابط عقد المواطنة والمواطنة بين الحقوق والواجبات. هناك أيضا محور مهم جدا عن التسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، بالإضافة إلى المواطنة وحماية المجتمعية. تحدثت مع عدد كبير من ضيوف المؤتمر من مختلف الدول، من البرازيل، من فلسطين، من مقدونيا، من أرمينيا، والذين أكدوا أيضا على أهمية ترسيخ للمواطنة في مختلف شعوب العالم. هذا بالإضافة إلى أن وزارة الأوقاف أعدت أكثر من 30 بحثا حول عقد المواطنة وأهمية المواطنة، يتم أيضا دراستها وبحثها هنا خلال فعاليات هذا المؤتمر، لما له من أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم المواطنة وخاصة لدى النشأ الصغير، وهي مسؤولية يعني تقام على كافة المؤسسات الوطنية والتربوية والثقافية والدينية. نتابع معكم فعاليات هذا المؤتمر على مدار هذا اليوم وغدا بمشيئة الله تعالى. عليكم زملائي في الاستوديو.